صباح الخير عليكم غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، كل شيء ساهل مع مينا. كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى يا ربي باش يلقاكم هذا الفيديو في كامل الصحه والعافيه، انتم مع وليداتكم والديكم احبابكم واصدقائكم. بلا ما نطول عليكم بزاف، وصفتنا اليوم غادي نديروا واحد اسكالوب ديال الكانغريخو. المهم غادي نوريكم الكانغريخو، حنا هنايا عندنا في اسبانيا سميتو كانغريخو، وما عرفتش والله ما عرفت كيفاش كيتسمى في الدول العربيه. المهم الكانغريخو هو هذا كما كتشوفوا، انا غادي نحلو قدامكم. يعني حوت هو هذا البنات كما كتشوفوا، هانتوما هذا هو الكانغريخو. غادي انا نديرو، يعجب وليداتي اسكالوب. المهم انا غادي نستمر كما كتشوفوني حل باش ما يكونش الفيديو طويل على الغزالات دياولي. غادي نستمر في الحلان ديالو وغادي نغسلو ونديرو يقطر، وغادي نرجع معكم باش نشوفو كيفاش غادي نديرو له اسكالوب. لما غسلنا كانغريخو ديالنا ودرناه قطر من الماء كما كتشوفو، هذا راه مالح يعني ما ديرولوش الملحه، انا درت غير واحد شويه ديال الملحه يعني في البان رايادو كما تشوفو. جوج ديال البيضات، والبيض غادي يرجع الكيمياء اللي غادي نديروها. انا غادي ندير جوج وفي نفس الوقت نشوف الا ما قدونيش نعاود ندير وحده ولا جوج. نضربوا البيضات ديالنا مزيان كما كتشوفوها هنا صافي. هنا عندي البارايادو انتو او طحين الخبز كلها وكيفاش كيقول. انايا درت فيه شويه ديال الحار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، واحد شويه ديال الملحه غير على حساب يعني هاد الطحين وعلى حساب البيض. اما الحوت يعني الكانغريخو هو راه مالح يعني ما غاديش تحقوا ديروا له الملحه. دابا هاد خلط هاد يعني المكونات ديال التوابل مع البان رايادو كما كتشوفوا هو هكذا صافي. وغادي نديو في العمليه ديالنا ساهل ماهل. المهم انا درتو اليوم الدراري باش يتغداو، علاش ما نشاركوش معاكم؟ وشحال اللي زعما ربما كاع يكونوا يشريوه ياكلوه، راه يجي في لي سالاد، يجي يعني في بزاف د الحوايج فهمتوني يعني. وكاين اللي ما يعرفش باش يعني ما عندوش ديك الفكره بانه يديروا سكالوب. المهم كما كتشوفوا فيه ها هو، شفتوه ها هو، وهذا عندي البيض غادي نشد هكذا نديرو في البيض خلطو كما كتشوفوا. غادي نهز هكذا او من الاحسن سمحوا لي كيعجبني من الاحسن باش ما يبقاش يلصقنا البيض، وحتى البيض يضيع صراحه لما يسقسك تغسل يدك كما هكا. ونحط الخبز ديالي او بان رياض، بان رياض كما كتشوفوا. هذه هي الطريقة نديرو هكذا طحين فهمتوني كما كتشوفو. غادي كامل ندوزو بهالطريقة لحقاش إلا بحال أنا ولادي هذا يعجبهم غير مقلي، وفاش نديرو لهم مقلي كيشرب الزيت بزاف يعني لواحد الدرجه ما تصوروش ديال الزيت اللي كيشربها. لهذا كنفضل نديرو لهم اسكالوب
خاصة إلا كان بالبيض، داك البيض يعني كيهز عليه ما يدخلوش الزيت للداخل ديالو. دابا غنعاودو، دابا حنا درنا له البان رايادو، غادي نعاودو نرجعو البيض ديالنا كيما كتشوف هكذا. أنا المهم غادي ندير معاكم هاد الطريف ونتابع العملية ديالي كي نكملها. شتو هاد الشكل، يعني متعاونوش تبقاو تخلطو بيديكم، تخلطو تعاودو يعني غير بهاد الطريق. صافي دابا من هنا من البيض غادي ندير الزيت ديالي تحمى، وغادي نكمل هاد الشيء الكيمياء اللي عندي وندير الزيت تحمى ونرجع معاكم باش نتبعو طريقة القلي. يعني نرجعو الطريقة ديال القلي، الغزالات ديالي كيما كتشوفو كيما وصيكم في البيض راه ما غاديش يشرب الزيت نهائيا، يعني غادي تقليوه، خصكم الزيت تكون سخونه باش كي ديروا في الزيت صافي ما تكونش تعطيهش واحد الفرصه باش غادي يشرب الزيت، يعني فهمتوا. من البيض للزيت سخونه كما كتشوفوا هكذا، غادي تحصلوا على واحد سكالوبي دي كانغريخو غزال ولذيذ، وكيعجب الوليدات وكيعجبنا صراحه حتى حنايا. وغادي نتابعوا العمليه ديالنا كما كتشوفوا على الطريقه، يعني الطحين ديال طحين الخبز المنقله كما كتشوفوا، ولا الزيت تكون سخونه. اذا درتوا الزيت بارده غادي يشرب لكم الزيت وغادي يجي مزيت، فهمتوا، غادي يجي مزيت كما كتشوف هكذا. طريقه سهله ولذيذه ويجي ما نقول لكمش، يعني البنه اللي كتجي فيه والوليدات زعما الصراحه انا بدا ولادي احماق ولي احماق يعني بصح. وصافي هذه هي الطريقه دياله ديال اني القلي، والبيض غادي ما يخليش يتسرب الزيت للداخل ديال الحوت او كانغريخو. غادي نحط انايا هذه المقله كما كتشوفوا، هاني جبتها غادي نحطها وغادي نكمل الطريقه نتاعي، ومن نكمل غادي نوريكم كيفاش جا داير. وما تنساوناش عافاكم بهذيك البصيمه الزوينه ديالكم، وحتى بهذاك الجرس الاحمر حتى هو ديروا له واحد البصيمه عافاكم راها زوينه. وطبعا فضلا وليس امرا ونكملوا الفيديو ونتلاقاو. المهم البنات هو هذا سكالوبي ديالنا ديال الكانغريخو كيما قلت لكم، ها نتوما تشوفوا يجي ناشف، راني ما درتو لا فوق بابي لا والو، راه حطيتو من المقله لهنا ما شاربش الزيت نهائيا. ما يعني حتى انا جربته شحال من مره، يعني الا درته مباشره في الزيت كيشرب واحد الزيت ما نقول لكمش، وبعض المرات يلصق ويتحل ويجي زعما كاين ما نقول لكمش حالته. ولكن ملي ديروه اسكالوبي كيجي هائل، واحد البنه البنات ما نقول لكمش. ورفقتوا الدراري بهاد البطاطا مقليه وطبيعه الحال. المهم انا درت لكم يعني غير الحاجه اللي وجدتها، يعني ما غاديش نوريكم كاع الطبله ولا شي حاجه. المهم البنات راني كيما قلت لكم اللي ما عندوش هاد الفكره ديال الكانغريخو باش يديره اسكالوبي يديرو اسكالوبي، يعني شوفوا كيفاش يجي داير. شتو يعني ما الزيت والو ما كانش، تهلاو فريسانكم، عافاكم. ما تنساوناش بالبصيمه الزوينه، وما تنساوش تاني البصيمه فوق الجرس الاحمر باش تكونوا مشاركين معنا وباش يوصلكم كل جديدنا. وتهلاو فريسانكم وتبارك الله عليكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.